ما هو الفرق بين مفهوم اليمين واليسار في السياسة؟ عند وصف الاتجاهات السياسية ربما سمعنا عن المصطلحين اليمين واليسار، وأحيانا نسمع عن يسار الوسط أو أقصى اليمين أو مصطلحات مشابهة، وهذه المصطلحات يستخدمها المحللون السياسيون للتعبير عن بعض الاتجاهات السياسية، وهو أسلوب متبع لوصف بعض الاتجاهات السياسية المشتركة في سياستها ومبادئها ومواقفها. جناح اليمين يشير إلى حزب سياسي أو مجموعة تقليدية في بعض الهيئات التشريعية. جناح اليسار يشير إلى جماعة أو حزب ينادي بالتغييرات الجذرية والراديكالية في المجتمع. جاء مصطلح اليمين واليسار مع ظهور الجماعة الوطنية الفرنسية سنة 1789، فكان المحافظون أو اليمين يجلسون إلى الجانب الأيمن من المنصة في البرلمان، وعلى العكس كان يجلس جماعة اليسار. على سبيل المثال، يجتمع الفاشيون والمحافظون والليبراليون في أقصى يمين الخط الذي يشمل الاتجاهات السياسية، في حين يقع الاشتراكيون والشيوعيون في جهة اليسار. وهذه الاتجاهات السياسية التي تقع مجتمعة في جهة اليمين مثلا تشترك في بعض رؤاها وتوجهاتها وأفكارها عن الاقتصاد وعن الدولة. ما هو سبب تسمية اليمين واليسار؟ استخدمت مصطلحات اليمين واليسار بعد اندلاع الثورة الفرنسية في سنة 1789، وترجع هذه التسمية إلى الأماكن التي جلست فيها بعض القوى السياسية في الجمعية الوطنية أو ما يعرف بالبرلمان في أعقاب الثورة الفرنسية. على سبيل المثال، فئة المحافظين كانوا يجلسون على اليمين من منصة المجلس، ومن هنا جاءت تسميتهم اليمينيين، بينما على جهة اليسار جلست القوى التي تطالب بإجراء تغييرات جذرية وإلغاء النظام الملكي، ومن هنا جاءت تسميتهم باليساريين. ومع انبثاق بعض الجماعات الجديدة ظهرت أيضا مصطلحات جديدة، من بينها اليمين المتطرف واليمين الوسط واليسار المتطرف واليسار الوسط، مثل الجماعات التي لها اتجاهات عنصرية ثم تم تصنيفهم على أنهم قوى يمينية متطرفة، بينما تم تصنيف الأحزاب الشيوعية على أنها قوى يسارية متطرفة، في حين أطلق مصطلح يمين الوسط على الليبراليين والمحافظين. ما هي الاتجاهات الأكثر بقاء في السلطة؟ إذا نظرنا إلى مختلف دول العالم التي يحكمها نظام ديمقراطي مستقر، فسنجد أن الحكم هناك هو لقوى يسارية وسطية أو يمينية وسطية. ففي أغلب الأحيان لا يصل اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف إلى الحكم إذا كان النظام ديمقراطي مستقر، وفي حالة حدوث ذلك فربما يرجع السبب إلى تحالف هذه القوى المتطرفة مع تيار وسطي ديمقراطي معتدل. وإذا أردنا إلقاء نظرة عن كثب على هذه التقسيمات للقوى السياسية فسنجد أمثلتها واضحة كثيرا في دول الغرب الأوروبي مثل فرنسا. ظلت هذه التصنيفات واضحة حتى النصف الثاني من القرن العشرين، لكنها بعد ذلك أصبحت متقاربة وقلت الفروق بينهما، ويرجع سبب ذلك إلى حدوث تغييرات في البنية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأوروبية. على سبيل المثال، ازدهار قطاع الخدمات واستحواذه على النصيب الأكبر من القوى العاملة، والذي جاء نتيجته زيادة كبيرة في التعداد السكاني المنتمي للطبقة الوسطى، وهذا ما تسبب في جعلها الشريحة الأكبر في المجتمع وصاحبة التأثير الأكبر في نتائج الانتخابات. كل هذه الأمور أدت إلى نجاح التيارات الوسطية في التصدر للمشهد السياسي، وأدى ذلك أيضا إلى تقارب المفاهيم السياسية التي تعبر عن اتجاهات القوى البارزة في المشهد السياسي، مثل اليمينيين الوسطيين واليساريين الوسطيين. في الوقت الحاضر يشير مصطلح اليمين واليسار لوصف الأفكار والإيديولوجيات والمعتقدات للأحزاب والحركات والجماعات السياسية المختلفة.